نبتدي الاول، بس هنتكلم بحاجه بسيطه كده على الكورس. اول حاجه ان انا عايزه سيت اب الانفايرمنت او الديفلوبمنت انفايرمنت، انا بكود فين. يوجوالي بنفضل الاكلابس، لو انت حابب تستخدم حاجه ثانيه مفيش مشكله، الاكلابس مش الوحيد اللي نقدر نكود بيه جافا، في كذا حاجه. في كمان فيجوال ستوديو كود. فيجوال ستوديو كود ده مش بيكود بس، معرفش احنا دايسين قد ايه في الكودينج، بس مش بيكود بس حاجات المايكروسوفت، حاجات السي والسي بلس بلس والسي شارب، هو كمان بتقدر تكود بيه جافا وبايثون. عايزه بس الناس ترفع ايديها. اوكي، انا عارفه ان في نص الدفعه اولموست ما كودتش جامد، فهتلاقوني ايه بتويك بالايه الليفل بتاع بتاعنا عشان خاطر ما يبقاش ادفانسد على ايه على نص الدفعه، لان دي بروبورشن كبيره قوي. الناس بس ترفع ايديها، الناس اللي كودت شيء اي لغه، بس بلاش ما تلاقي يعني ناس كودت سي او جافا، فنرفع ايدينا كده بشكل ما كويس، يعني مش بتكلم على يعني عملت بروجرام ما حصلش يعني. اوكي، سمارت مش كتير قوي. الناس كتيره مش رافعه ايديها، غير ان في اساسا مثلا 30 مش موجودين معانا. طيب دكتور معلش، هو في في اس كود احمل؟ طيب عايزه ننزل ايدينا ونرفع ايدينا لو كودنا شيء غير اللي هو السي بلس بلس بتاع كورس اعدادي، يعني اللي يسيب ايده يكون عمل كودنج بلغه ثانيه، يعني يكون ايه خبط في اكثر من لغه. تمام، شوية principles عندنا، شوية أساسيات عندنا، وده كويس for now يعني. بس دول طبعا أقل، دول قليلين قوي، منطقي ماشي. طبعا هنداونلود الإكليبس بتاع الـ OS اللي بتاعنا يعني. وبعدين خلينا نتكلم احنا بنعمل ايه اساسا في عمليه الكودينج دي. مش بالظبط، عشان لو حد قرا في حاجه اسمها سوفت وير ديفلوبمنت سايكل، السايكل اللي قدامنا دي حاجه البريف بتاعها، يعني ما نقدرش نقول ان السوفت وير، لما نقول كلمه لفظ السوفت وير ديفلوبمنت سايكل ده ديفينيشن ب 7 فيزز، ده مصطلح في حد ذاته ما نقدرش نقدر فيه. الستة ستيجز دول او 6 فيز سايكل دي ان سمبلر فورم، اول حاجه ان احنا نعمل بروبلم ديفينيشنز. في حاجات هسكيب فور ناو، بس اكيد هنعدي عليها في حته ثانيه في وقت ثاني ثرو اوت ذا كورس. بروبلم ديفينيشن، نحدد المشكله ونانلايز المشكله، بروبلم اناليسيس او نحلل المشكله، نحلل جوانبها يعني نشوف المشكله دي ايه محتاجه ايه عشان نعمل لها ديفلوبمنت الالجوريثم، طريقه بقى ان انا احل بيها المشكله دي هتصرف فيها ازاي. ابتدي اكود، بعد كده اعمل كودنج اند دوكيومنتيشن. كودنج لازم يكون مع دوكيومنتيشن، ودي اكتر ستيب بننساها، يعني اكتر ستيب وانت بتكود الحاجه مش بتعمل السلاشز وتكتب معنى السطر ده. ما نعملش كومنتنج او دوكيومنتيشن لكل سطر، اوكي ادام سيلف اكسبلاناتوري، هو لوحده بيعبر عن نفسه، لكن لما تعمل حاجه مهمه لازم تكودها، ولازم تعملها دوكيومنتيشن وكومنتنج ان انت تقوم قايل ده معناه ايه، عشان احنا بنشتغل ورا بعض. هو الناس اللي رافعه ايديها دي عايزه يعني عايزين يتكلموا دلوقتي ولا لسه من ساعتها؟ عمر اتفضل. اوكي. السوفت وير احنا بيبقى ليه عمليه المينتننس. مينتننس يعني ان احنا بعد كده في صيانه، او في ان انا مينتين او ابقي على السوفت وير بشكل ما. عشان اعمل مينتننس واغير فيرجن واعلي فيرجن والاقي في باج ريبورت واتخلص منها، واحنا بنشوف الكلام ده لما بنلاقيها، لما تيجي تنزل اب على الستور فبتلاقي كلمه مش عارف ايه باج ايه فيكسد، باج في الديسبلاي فيكسد، مش كذا، بنشوف الكلام ده، فده المينتننس. فمش شرط ان انا افضل دايما افلييتد او دايما بشتغل في نفس الشركه دي واعمل لها انا المينتنس بنفسي. فانا فالدوكيومنتيشن ده بيهلب الديفلوبر اللي ورايا، انا
انا واتفر بقى مشيت اترقيت كذا كذا دخلت في بروجكت تاني لازم يكون properly documented. التستنج اند ديبوجنج دي مرحله ان انا عايزه اتاكد ان هو بيعمل المطلوب منه صح، مفيش ايرورز، مفيش ايرورز تضرب دي اللي احنا بنسميها اكسبشنز هنجو ثرو ذات، ومفيش ايرور بتطلع نتيجه غلط. اكيد كلنا قرينا على الكيس ستادي العظيمه اللي كانت في الستيتس ان واحد بيصلح عربيته، دي كيس ستادي عظيمه للي صلحوها يعني، بيصلح عربيته فبيقول لما بشتري ايس كريم عالميه يعني لما بشتري لما بقف بركن عربيه وبشتري ايس كريم فانيلا بتدور برجع تاني بتدور، لما ببطلها وبنزل اشتري مانجا ما بتدورش. حد سمع القصه دي ولا ما سمعتوهاش؟ ده قصه حقيقيه، حد سمعها ولا ما فيش؟ ايوه يا دكتور سمعتها. يسر سمعتيها بس تقريبا المايك مش شغال عندك. anyway القصه دي يعني غير ان بعيدا عن لما راح لحد بتاع العربيه عشان يتصرف فيها وكده ان هو ما اتريقش او كذا، تمام ماشي يعني ميرسي، لا هو اكتشفوا ان هي مده ان هو بيشتري الفانيلا عليها طلب كتير قوي، فلما بيروح يشتري الفانيلا بيقف في كيو اطول، فلما بتبطل مده طويله هو طبعا الكومبلين اللي قايلها doesn't make sense. يعني احنا الاول وهله كده، هو ايه اللي بتقوله ده؟ هو ايه اللي علاقه نوع الايس كريم بتبطلت العربيه؟ اوكي فده الاول وهله كده تفكرها، بس هو ده دي الايرورز اللي انت مش اللي اسمها reproducible errors. دي عندنا في الانجينيرنج كونسبت مهمه قوي. reproducible يعني ايه؟ يعني انا عرفت كونديشن انا مش مفسره باي ذا واي، انا مش عارفه افسره، بس انا عرفت اني لما بدخل على الكيبورد حرف الطه بيتكتب ظه، انا مش عارفه افسر المعنى بس انا عرفت اوصل للترند دي، انا عرفت كابتشر هذه الباترن من الخطا، ده اسمه ريبروديوسبل لان انا عارفه اطلعه تاني. غير ان اجي اقول لك ده احيانا بيطلع لي ظه، امتى؟ لا ما اعرفش، هو ساعات بيهزي. امتى او عند انهي ايفنت، عند انهي حدث، انا ما اعرفش، انا هاف نو ايديا، واند اتس نوت ريبروديوسبل، انا مش عارفه اخلق او اطلع تاني الخطا ده. اوكي فهو لما قال على قصه العربيه دي بعيدا عن ان انت ممكن تسمع تخريف في الاول، بس هو الحقيقه ان هم فعلا بالاناليسيس طلعت عشان خاطر ايه الجزء من الماشينري بتاع العربيه لما بيقع، يعني كان في عيب يعني لما وقف مده طويله وهو بيشتري الفانيلا اللي عليها كيو، هو ده ففعلا هو ده الفرق، هو لقطه بهذا الفرق. المانجا بينزل يشتريها على طول، الفانيليا بيتاخر شويه في الطابور، فعشان كده ده اللي شافه. دي كيس ستادي مشهوره جدا لانها كانت سمارت يعني الحقيقه التيم اللي يعرف يوصل للمشكله. فدي الايرور اللي انا مش عارفه افهمها، انا عندي كونديشن والكونديشن ده ما مش مفسراه، بس هي دي الباترن اللي انا لقطها بعيني. اوكي لما مثلا بقيس لما الحراره بتزيد عن 40 هو بيقف عند ال 40، ليه ما اعرفش بس هو ده اللي حصل. ال 40 وانا بسخن او حاسه ان انا مور ديزي او كذا او كذا، انا او بقيس بالترمومتر تاني بس هو وقف عند ال 40، بس قبل كده هو كويس. ده باترن. غير لما اجي اقوم قايله لا الترمومتر ده ساعات بيعلي ساعات بيقل ساعات بيعلي، بس ما اعرفش ايه امتى الساعات دي، يعني بمزاجه اللي احنا بنقولها بمزاجه. اوكي دي من ضمن البوينتس اللي هنتكلم عنها ومهمه جدا واحنا بنتكلم في الكودنج وفي البروجرامنج برنسبلز. رود ماب احنا هنجو ثرو ايه؟ احنا الكورس ده بيسك يعني كمستوى او كليفل، هو انترودكتوري كورس نقدر نسميه برنسبلز، حاجه بسيطه لكن اتس فيري اسينشال، فعشان كده لان بيتبني عليه بقيه الكورسز وبيتبني عليه الداتا ستراكشر بتاع السمستر الجاي ان شاء الله. ودول كورسز مهمه جدا، فهو محتاجين نركز ومحتاجين نشتغل فيه لوحدنا، يعني مش هعرف البروجرامنج ما فيهوش ان انا اديك كل حاجه ابدا، انت هتطلع لك ايرور انا ما اعرفهاش، وانا ممكن تطلع لي حاجه انت ما تعرفهاش، ممكن حاجه انا ما اقولها لكش عشان انت تدور عليها اون يور اون. فما فيش حاجه اسمها نعلم حد البروجرامنج، لا انت بتعرف البيسكس وتبني نفسك عليها. التولز اللي هنستخدمها سو فار هي الايكلابس، بس طبعا اي حد ممكن يستخدم اي حاجه ثانيه.
محتاجين انا هاخد نفس الجروبس اللي انتوا عاملينها جروبس في كورسز ثانيه بنفس الجروبس، مش هعمل لكم يعني لخبطه في العدد او كده، وهيبقى في اساينمنتس وبروجكتس تبقى تعلن عنها قبلها بشهر. ديم كورس كونتنتس، انا معتمده على الحاجه اللي كل الناس خدتها، لان انتوا كنتوا نصين، فانا اللي هعتمد عليه ان هو بريكوزيت او حاجه انتوا خدتوها هسكتت، هي اللي انتوا الاثنين خدتوها، اللي هي الفلو تشارتس والبريزيدنس اوف اوبريتورز، اللي هو اولويات العمليات الحسابيه اوكي والمنطقيه. لما بنقول اوبريتورز في الحسابيه اللي هي الارثماتيك، اللي هي الاديشن المالتيبليكيشن الباور والديفيجن طبعا، وفي اللوجيك اللي هم الاند والاور وكده برضو ليهم بريزيدنس. طيب اول حاجه هو احنا ليه بنعمل كودينج اساسا؟ يعني احنا ليه بنعمل كودينج؟ طب بليز بس كده ايه يعني الناس تانتراكت كده وترد عليا، بنعمل اساسا كودينج ليه او محتاجين كودينج في ايه؟ عشان نسولف بروبلم. اتفضل يوسف. عشان نسهل تاسكس بديهيه، يعني نخليها تتعمل بطريقه اسرع بدل ما حد يقعد يعمل لها كومبيوتنج، زي مثلا ماتريكس، نضرب ماتريكس ماتريكس وكده. اوكي. نجيب الديترمننت. نسهل يعني التاسكس البديهيه عشان ما نضيعش وقت فيها كتير. تمام. في حاجات كمان بتبقى الايرور فيها عالي بال مع العدد، غير ان التاسك صعب فيها ايرورز اكتر ممكن تطلع. بس امتى السلايد هنا هتلاقي فيها كلمه ايه؟ بروز اند كونز. في حد هنا كتب حاجه؟ طبعا عشان اقدر اتعامل مع الهاردوير، طبعا عشان انترفيس مع هاردوير انا محتاجه برضو اكود واعمل يعني كنترول على الهاردوير باستخدام السوفت وير. إيه امتى ما نستخدمش الكودينج؟ يعني امتى يكون اوبشن متاح بس استبعده؟ انتوا فاهمين؟ يعني انا مش بتكلم في حاجه ما تتعملش بالكودينج، حاجه دوبل بالكودينج بس مش هعملها. لامتى؟ امتى اتس فيزبل بس ات دازنت ميك سنس مثلا، او ان هي مضره اكتر منها مفيده. امتى ممكن افكر بالشكل ده؟ الجزء ده بقى مهم. ان انا امتى ده تبع الاناليسز على فكره، هو انا اساسا امتى اكود ولا ما مش مستاهله. ممكن مثلا اقدر اعمل نفس الحاجه بس تكلفتها تبقى اقل وتبقى اسهل. حلوه دي. لو انا هستفيد بفرق تكلفه ايه تاني؟ لو حاجة مثلا أقدر أعملها باي ماي، مثلا حاجة مثلا زي الأديشن والمالتيبليكيشن، حاجات يعني ما عملهاش كودينج. طب أنا هصيغ الجملة دي، الجملة دي بارشلي صح. هي لو حاجة بسيطة بلاش نقول إيه أديشن والمالتيبليكيشن، لأن إحنا لو هنرجع تاني لو أنا عدد كبير عندي أنا مش عايز أعمل كده. إحنا ما هو في النهاية مثلا الكاشير، السوفت وير بتاع الكاشير ده عباره عن ايه؟ ما هو عباره عن عمليه اديشن، ما فيهاش اي كيمياء، عمليه بسيطه. بس لو انت هتقعد الكاشير يفضل كل شويه يجمع بالكالكوليتر هتاخد وقت قد ايه؟ ده كونسيدربل اماونت اوف تايم، ده وقت كبير، ده وقت كبير جدا. غير لما بنكون مثلا في كشك او يعني سوبر ماركت صغير قوي. ده بيحسب لك ممكن بالكالكوليتر، يعني على حسب الترافيك اللي عليه. ليه؟ لان هو الوقت اللي هيخسره في عمليه الكالكوليتر اوفر له من ان هو يشتري سوفت وير بالنسبه للحجم الماركت بتاعه. هي بتتحسب كده فعلا. اكيد شفتوا ممكن كشك صغير او حاجه بيتعمل بالكالكوليتر، يعني مش كل الناس بتسكان بالباركود وتحسب لك على اوتوماتيكلي على انترفيس ويقول لك مين الكاشير بيرسون ومين مش عارف ايه والتوتال ايتمز بيرشيزد والبوينتس اللي هتاخدها اند سو اند سو. مش كلهم عندهم سوفت ويرز طبعا، هتلاقي الكلام ده في هايبر سعودي مش عارف ايه، بس مش في اي حته، فهي محسوبه بكده. الحاجات الكبيره لا، انا هشتري السوفت وير لانه هيوفر لي فلوس كتيره جدا، كانت الكاستمرز مالين الكيو للاخر. اوكي يا عمر اتفضل. لو انا عايز اعلي اكيرسي لحاجه معينه
صحيح صحيح. لو انا تفرق بقى معايا الاكيورسي، يعني انا دلوقتي سي بحسب الاريا بتاعت حاجه، بتاع الاريا بتاعت مسطح، يعني الاريا بتاعت سيرفس معين، وانا ساعتها ممكن اعمل ابروكسيميشن. يعني انا ابروكسيميشن يعني ايه؟ يعني المكان ده مش ريجولر، المكان مش ريجولر، فليها طرق مثلا نيوميريكال. انا مش همشي على الطرق النيوميريكال اللي بتحسب بالظبط، الطرق النيوميريكال هنقسم الترابيزويد، الترابيزيوم ميثود، اللي مش عارف ايه ميثود، ايا ما كانت نوع الميثود، عشان خاطر تحسب اكيوريتلي الاريا دي، ادام هي مش لا سكوير ولا ريكتانجل ولا مجموعه سكويرز او ريكتانجل زائد سكوير، عارفين القصص دي؟ لا، هي حاجه مختلفه، شيب مش معروف. لكن انا عايزه اقدر احسبها بسرعه، وانا مش عارفه الميثودز دي، اقدر احسبها ان هما مثلا خمس مثلثات، هما اكشولي خمس مثلثات زائد نص ترابيزيوم. انتوا فاهمينها بقول ايه؟ هو شكل كده بوليجون شكل ما، وهو عباره عن، انا قلت بالنظر كده ده تقريبا كانه ثلاث مثلثات ونص ترابيزيوم، بس هو في الحقيقه ليه ميثود اكيوريت انها تحسبه. واحنا قاعدين مثلا بنتكلم في الملعب كوره، او يعني في شيء انها حاجه سبيكس معينه، لا احنا ما عندناش خطا، ما ينفعش يبقى في نسبه خطا. احنا واحنا بنبني، واحنا بنرسم البلان بتاعت البيسين، بنرسم بلان بتاعت الملعب كوره، بنرسم بلان بتاع الخماسي، وات ايفر، لا احنا يهمنا الكلام ده يكون ستاندرد. لكن لو ملعب كوره مش بتاع، يعني ملعب كوره اللي هو العادي اللي بيتأجر ده، لا مش شرط يكون بالظبط 5 متر في 10، يعني ايا ما كانت الارقام. لو في جيم مالوش ستاندرد، مفيش ستاندرد في الجيم، عادي ممكن تكون هول او كلاس صغيره او كبيره او ليها شكل معين وخلاص، بس مش بالظبط، مش بالملي يعني او بالسنتيمتر. ايه تاني؟ كامل اتفضل. طيب في العمليات المتكرره، انتوا فاهمين؟ ايوه طبعا، داتا كبيره طبعا، لو هستفيد بفرق الوقت ده حاجه، وده كوست. تاني حاجه الداتا الكبيره اخر لازم ندخل في الاوبي. اوكي، ايه بقى السلايد العظيمه دي؟ السلايد دي بيتكلم على نوع البريمتيف داتا تايبس. خلينا نسيب الاسم زي ما هو وبعدين نفهم يعني ايه كلمه بريمتيف. بريمتيف يعني اولي او بسيط او بدائي، حاجه زي كده. طب شكرا، يعني ايه برضو؟ ايه هم الداتا تايبس دي؟ حاجه اسمها بايت، حاجه اسمها شورت، انتجر او انت، لونج، فلوت، دبل، بولين، اند كار او كاركتر. كل واحد كاتب لي السايز بتاعه في الميموري بياخد كام بت، وبيقول هو يقدر يشيل قد ايه. مين هنا حد ناقص؟ مين ناقص هنا؟ مين اللي متوقعينه في النوع الثاني؟ احنا قلنا في حاجه اسمها بريمتيف، في حاجه اسمها نون بريمتيف. مين اللي ناقص في الحاجات دي احنا بنستخدمها؟ لا اللونج قدامنا اهو. سترينج. ايوه سترينج. السترينج مش موجود، احنا عندنا كاركتر ما عندناش سترينج. كويس، كذا حد عارفها في نفس الوقت. السترينج ناقص، السترينج از نوت بريمتيف داتا تايب. ايه لونج لونج؟ انا لونج لونج هتلاقيها بفرق في الميموري، بس برضه هيكون بريمتيف. بس انا بصراحه ما شفتش كلمه لونج لونج دي، بس يعني هيكون، هتلاقيه برضه يعني هتلاقيه في النهايه بفرض، يعني انا ما شفتش لونج لونج دي، ممكن تكون لانجوج ثانيه او اي او يعني، بس هو مش موجود في الجافا بقى، لان دي كل الداتا تايبس بتاعت الجافا. اوكي تمام. فلونج لونج ده اللي في سي بلس بلس هتلاقيه برضو ليه ديفينيشن، يعني هتلاقيه في النهايه هو عباره عن كذا، ودي انا كده التيبل ده موجود من دبليو 3 سكولز، بس انا اللي بالاحمر ده انا اللي كاتباه. الرقم ده احنا اوريدي خدناه بقى السمستر اللي فات. بقى مين الرقم ده؟ مين ال 32000 ده؟ احنا هنا بياخد 2 بايتس يعني 16. فاكرين لما كنا قلنا سايند وان سايند؟ نرجع تاني بالذاكره، الانسايند هياخد من 0 ل 2 باور 16 ناقص 1، صح؟ او ناخد من ماينس لبلس 2 باور 15، هو ده. فهتلاقوا اللونج لونج ده بتاع السي بلس بلس ده هتلاقوه يتمنى، ما اعرفش بقى عدد البايتس، لوك ات اب، وهيكون نفس الكلام، هي نفس الفورميلا دي على فكره، هو هيكون من ماينس لبلس 2 باور 8 في 8.
او اكشوالي تمانية في تمانية، ايوه اوكي، اللي هي ال 64 ونقص منها واحد تبقى 63. اوكي طيب البريمتيف داتا تايب، احنا هنشوف السلايد دي بس انا عايزه لما نبتدي هنشوف كود تبان الفرق اكتر. بشكل بسيط البايت هو عباره عن كل البايت الشورت الانت اللونج كلهم ارقام صحيحه، كلهم انتجرز، يعني احنا بنقولهم انتجرز بس هما في فروقات ما بينهم في ايه، في الميموري مش اكتر. البايت ده رقم صحيح صغنن، بعد كده الشورت انت ولونج بس كلهم ارقام صحيحه ما فيهمش كسور. الفلوت والدبل ارقام كسور، الدبل اكبر، الدبل يشيل 15 ديسيمال ديجيتس. اوكي البوليان الباينري مش باينري، اون اوف، حاجه ترو اور فولس. ليه تراجعت عن كلمه باينري؟ ليه قلت لكم مش باينري مع اننا قلنا الباينري اون اوف؟ عشان هو باينري 1 بت، لما اقول كلمه باينري على الاطلاق الكلمه هتكون مش مظبوطه، عشان كده بوليان از باينري ان 1 بت، عشان كده هو واخد 1 بت فعلا في الميموري. والكاركتر هو حرف او يعني شيء على الكيبورد، سبيشال كاركتر، ممكن يكون سبيشال كاركتر ستيل كاركتر اوكي، او اسكي فاليو، وهنشوف ده معناه ايه على طول. ضياء اتفضل. البوليان في التعبير عنها يعني في السي بلس بلس ممكن البوليان ترو، ممكن اعبر الترو دي تبقى واحد، يعني انا قلت اف ترو ايكوال 1 دي تمام. هل في الجافا لازم يعني ترو ممكن يتعبر عنها بواحد ولا هي ترو؟ بتتكتب ترو، ترو، لا بتتكتب ترو. اوكي شكرا. طيب النون بريمتيف في جنبها كلمه هتجاوزها لغايه السلايد الجايه على طول. النون بريمتيف داتا تايبس اللي هم السترينجز الاريز الكلاسز وحاجات ثانيه. اوكي السترينج از ا نون بريمتيف داتا تايب هو والاري. طيب خلينا نشوف بقى الاكزامبل ده، عايزاكم لا اديكم فيه شويه وقت، ده اديكم فيه مثلا 5 دقائق تفهموا فيه ايه اللي بيحصل، هو ايه اللي بيحصل في المنظر اللي قدامنا ده، او لو حد عارف يفكر دلوقتي. يعني ضياء اتفضل. هو انا كنت ناسي ال في ايدك. طيب يعني الناس ايدك مرفوعه. مايكل في اول انت ايه ايكوال 3 ديت، يعني في مكان في الميموري، فهو ايه خزن في السي. ماشي اوكي. تاني سطر اللي هو اشوف اللي موجود في الاي واخزنه في البي. تمام. والبي بعد كده اغير ال الفاليو بتاعها ل 100. تمام. ايه هو المنظر ده؟ المنظر اللي احنا شفناه هنا ده. في فرق بين الستاك والهيب. الكلمتين اعتقد لو بصيت عليهم في ديكشنري. انت بتقول مش بتسأل. اوكي بس انا اربطها اكتر بحاجه ثانيه. الكلمه هاجي لك اهو، الستاك والهيب كلانجوج تحسهم زي بعض، يعني الاثنين كوما، يعني دي رصه ودي كوما، ما اعرفش الفرق ما بينهم كلانجوج قوي، يعني كترجمه عربي ما اعرفش. بس الستاك حاجه مرصوصه فوق بعضها، والهيب كذلك برضه نفس الكلام كوما مع بعضها. الفرق الاساسي بين فيهم هي كلمه بريمتيف ونون بريمتيف اللي فوق دي، او اللي كانت في السلايد اللي فاتت وقلت لكم هفوتها، كلمه ريفرنس. ده الفرق الاساسي ما بين الاثنين. الستاك دي الميموري، الاثنين اماكن في الميموري اوكي، بس الستاك دي اتكتبت هنا وبقت نسميها ستاتيك، ممكن ان هي عليها الاي عليها فاليو 3 وثابته فيها 3 لغايه لما ايه اللي يحصل، لغايه لما الاي تبقى على الشمال الاساينمنت اوبريتور. الايكوال ده اسمه اساينمنت اوبريتور، يعني هو بيأساين، يعني الاساينمنت اوبريتور معناه ان انا بأساين ال 100 تو ذا فاريبل v. v هو الفاريبل، انت هو الداتا تايب. خلينا نفك السطر ده، في سطر هنا في اول حاجه داتا تايب اسمه انت، نوع ال هو اسمه فاريبل ما لهاش ترجمه ثانيه، اللي هو المتغير ايه ده هسميه باسم،
اوكي وليه قيمه هي 3 زي لما هنا قلت برضو داتا تايب اسمه انت بس ده داتا تايب اري فهو بقى ايه انت اري اسمه سي اللي هو الفاريبل بتاعه سي قيمته 1 2 3 4 اوكي ده فاريبل اسمه string اسمه جي قيمته هلو اتفضل يا ضياء هو اي اري بتتحط في الهيب على طول يعني هي مش هي بتعمل اوتوماتيك اي نون بريمتيف داتا تايب اوكي طب هي اوتوماتيك الوكيشن فيحصل لها دي الوكيشن اوتوماتيك برضه بس انا اللي يهمني في المنظر ده غير التفاصيل اللي انتوا قلتوها في ناس ثانيه تو بارتيسيبنتس رافعين ايديهم كامل اتفضل الفرق الاساسي هنا ان الفاريبل والفاليو في الستاك الاثنين اتسيبوا في الستاك البريمتيف الفاليو والفاريبل بوث وير سيفد في الستاك الاي سيفد في الستاك هي شايله الصندوق بتاعها اللي فيه قيمه 3 هنا الفاريبل اتسيبت في الستاك لكن هما ليهم ريفرنس على الفاليوز بتاعتهم في الهيب الفاريبلز في الستاك في جميع الاحوال الفاريبلز في الستاك اوكي في البريمتيف هتلاقي الفاليوز كمان في الستاك والفاليوز بتاعه الدايناميك او بتاعه الاري هي في الهيب مش هسمع لك حته زي كده انا اللي يهمني يهمني ان انت الحته دي تعرف لها تعملها تريسنج يعني هنا انت a ايكوال 3 وانت b ايكوال a وb ايكوال 100 القيمه بتاعت إيه هنا بقى وانا واقفه عند السطر ده لما بقول لك تريس اند انالايز القيمه بتاعت الاي 3 ولا 100 مفيش حاجه غيرت الاي مفيش اي حاجه تخلي الاي تتغير تمام فاحنا لسه عند الثلاثه ايه اللي هيغير البريميتيف دي سايك لما الاي تيجي تاني على الشمال تتحط جواها حاجه جديده طيب البي هي بايه ولا 3 هي كانت ب3 واتحطت مره ثانيه تو ثلاثه باساينمنت اوبريتور فبقت 100 نيجي بقى هنا هنلاقي قصه مختلفه انا هنا عرفت فاريبل سي نون بريميتيف نون بريميتيف يعني قيمته معرفه في الهيب بيشاور على اري معين في الهيب اسمه 1 2 3 4 بريفرنس وبعدين عرفت فاريبل تاني دي اري اسمه بيساوي سي طب هو بيساوي فين؟ ايكوال دي يعني ايه؟ يعني ايكوال الفاليو طب هيبقى ايكوال الفاليو ازاي اللي هي هناك في الهيب؟ ان هو بيشاور عليها على نفس اللوكيشن في الميموري اللي شايل الفاليو اللي بيشاور عليها سي از ويل ده اللي يهمني مش الكلام احنا اتكلمنا شويه في قصه ستاك وهيب بس اللي هم السطور دي ان احنا نعرف نفهمهم هم دول اهم حاجه حتى اخر ثلاثه مش مهمين انا اللي يهمني الحته دي اخر اثنين مش مهمين اوكي دلوقتي لما قلت السي ايكوال 1 2 3 4 ده اري فاري بيشاور على مكان في الميموري فهو ماسك سهم هو ماسك سهم بيشاور على عنوان اسمه اف 3 5 اي عنوان اوكي وماسك الدرج ده قاعد بيشاور عليه نرجع تاني لقصه الادراج دي هتفضل معانا ملازمانه انا بس بحاول اربط الكورسين ببعض اوكي فهتلاقوني عشان كده ممكن اتكلم بنفس الطريقه فهو ماسك في الدرج اللي اتحط فيه ايه ماسك فيه اوكي طيب ودي بيشاور ودي بيساوي سي بس هو هيساويه ازاي؟ ما هم لازم نشاور على حاجه بما ان حضرتك اري وانا كمان اري فاحنا علاقتنا ببعض هي علاقه ان احنا لازم نشاور على حته في الهيب فهو كمان السي والدي بوث بيشاوروا على نفس الدرور ده او على نفس الميموري لوكيشن ده اللي فيه فاليو اسمها 1 2 3 4 اوكي جه الاي ليه قيمه وجه عرفت الاف بنفس القيمه هل هيشاوروا على نفس المكان لا السلايد دي فيري فيري انفورماتيف يعني انا الصوره دي على قد ما هي صوره واحده بس انا شايفه ان هي فعلا انفورماتيف جدا اتفضلوا التو بارتيسيبنتس ضياء اتفضل طب احمد عبد المنعم لو سمحت يا دكتور طب انا لو غيرت حاجه في الدي السي هتتغير معايا؟ ده السؤال الجاي ده السؤال الجاي احنا لسه قاعدين شويه في السلايد دي ده سؤال حلو قوي السؤال ده ثانيه واحده احنا بس ناخد بالنا من اسراء اتفضلي
دكتور، هو ممكن الاري تكون حاجه غير انتجر؟ يعني ممكن مثلا اه طبعا محلول؟ اه طبعا اه طبعا الاري اي حاجه، الاري اي حاجه، سترينج كاركتر. عمر، هو انا يا دكتور لو عملت اوبريشن على السي قبل ما احط الاري بتاع الدي، هل الدي هتاخد اري اللي داخل في السي، ولا هتاخد اني اري، ولا هتعمل ازاي؟ هرد برضو على السؤال ده، هرد عليه بس بكود، مش هرد عليه بكلام. خلينا نقعد بس شويه في الحته دي عشان انا عايزه نفتح الاكليبس مع بعض ونشتغل. وهرد على اسئلتك انت واحمد عبد المنعم. اوكي دكتور معلش، ها وفي اللي هي بتاعت لما انا خزنت دي، اللي هي اللي عملت الري بتاعت الدي وقمت مخزنها وقمت قايل ان هي بتساوي السي، لو انا عملت الري بتاعت الدي اكبر من السي، يعني مثلا الري بتاعت السي دي كده 4 تمام، لو انا قلت الانتجر الاري 5 للدي ايكوال سي كده، اللي هو المكان الخامس ده يتخزن فيه ايه؟ لا مش هينفع اصلا، لان هما كده مش ايكوال بعض. يعني لازم يبقى الاثنين ايكوال بعض، لو لا عملتها اقل او انت بتقول له بيشاور على نفس المكان، المكان ده فيه 4 فاريبلز، 4 سيلز. تمام، لو انا فاهمه سؤالك صح، ممكن تكون بس ممكن يعني ممكن اكون محتاجه افهم السؤال بشكل اكتر، بس هو مش هينفع. تمام اوكي. طيب الاف، الاي والاف برضو هنا من ضمن المعلومات اللي في سلايد دي، الاي والاف اللي هم 5 و6 و7 الاثنين نفس الاري، بس الاثنين كانوا كل مره بديكلير، كل مره بكتب بسطر انت، انا بحجز مكان في الميموري جديد، فانا هنا شاورت على مكان، ماليش دعوه ان ده زي ده، مش هنشاور على نفس المكان. خلينا هنقفل ونفتح على طول، اوكي؟ هنقفل ونفتح على طول. طيب خلينا نسمرايز السلايد دي وبعدين ندخل على الاكليبس نشتغل شويه. احنا قلنا ايه بقى السلايد دي بتقول ايه؟ بتقول الاتي، احنا اتقسمنا لبريمتيف ونون بريمتيف. يهمني المعنى اكتر من ان احنا نعرف ده بيتسيب في الستاك وده اللي بيتسيب في الهيب، بعد شويه تكون المعلومه دي اوتوماتيك، بس اللي يهمني المعنى ان البريمتيف داتا تايب احنا الميموري شايله الفاليوز بشكل عام، النون بريمتيف شايله الريفرنس. فانا لما باجي بعرف فاليو 3 اسمها فاريبل A، فهو لينكد لA الى ان A تاخد فاليو جديده. اوكي؟ لكن لما بعرف نون بريمتيف اللي هو اري او سترينج، واري يعني اري مش معناه ان هو انتجر اري، هو معناه شيء ما اري. عشان الناس اللي بتسال، اري اي شيء، اي حاجه، مجموعه ايتمز، مجموعه داتا تايبس. اوكي؟ فده انا ساعتها باي ريفرنس، انا النون بريمتيف باي ريفرنس. فهنا السي لما دي بقول ان هو بيساوي السي، يبقى هو الاثنين الاروز بتاعتهم بتشاور على نفس المكان. طب لو قامتهم متساوي هيشاوروا على نفس المكان؟ لا مش شرط، لو كان في ايكوال ماشي، بس من غير الايكوال يعني هنا وهم ايكوال، لو عملنا ايكوال ما بين الدي والسي اه بقينا بنشاور على نفس المكان، بس هنا الفاليوز ايكوال، وده اتعمل له ديكلاريشن. ديكلاريشن اللي هو السطر اللي بقول فيه انت اري ايكوال، انت اري ايكوال، ده انت اري ايكوال احجز لي مكان في الميموري، انت اري ايكوال احجز لي مكان في الميموري، هتكتب فيه نفس القيمه مش قصتي. اوكي؟ طيب خلينا نروح نشوف كده شويه حاجات على الاكلابس ونشوف هنعمل ايه.
مش فاهمة هتعمليها ازاي هنا، يعني مش فاهمة يا دينا سؤالك، هتستخدم يعني ايه استخدامها هنا عامل ازاي، فممكن توضحي اكتر. هو الترم اللي فات لما احنا خدنا ان في عمليات دايركت وعمليات اندايركت، الدايركت بنستخدم القيمة اللي في المكان نفسه، في الاندايركت اوكي دي نقدر نعملها، بس احنا مش هندخل في الحتة دي نقدر نعملها طبعا، نقدر نعملها. تمام طيب خلينا نشوف المنظر. يوسف اتفضل. ممكن تعمل مكتوب دلوقتي في الإكليبس، المفروض يبقى موجود برضه عندي في فيجوال ستودي كود، ولا انا بكتبه ولا لا انت اللي بتكتبه؟ ما هو ده انا اللي كاتباه، وده ما طلعش الواحد، وده كلام انا اللي كاتباه. تمام. اوكي ممكن ابقى ارفع لكم الباكجز دي بعد كده. اوكي بس هو مش موجود. انا هنا عملت الاول، اول حاجه عملتها فتح عملت نيو جافا بروجكت اللي هو سميته جي جافا سي ام بي 1242، ده اسم الكورس بتاعي. وابتدي عملت هنا كلاس سميتها لاك 1، كتبت فيها لهذا الكوماند. متوقع يحصل ايه لما رنه، لما اعمله راننج؟ هو مش هيرن علشان بين السنجل كوتيشن ده اكتر من حرف. مين ده اللي بيتكلم؟ يوسف بالظبط. حد عارف المعلومه؟ حد واخد باله يوسف بيقول ايه؟ في على حسب، دي على حسب اللانجوج بقى. انتوا هتلاقوا في لانجوجز ما بتفرقش معاها سنجل كوتس ولا دبل كوتس، زي مثلا الماتلاب ويمكن كمان البايثون. اوكي بالظبط يا يوسف. في الماتلاب او البايثون الاثنين مش بتفرق سنجل من دبل. هنا في الجافا لا، هو فيري ستريكت ان السنجل كوتس. تعالوا خلينا ايه نشوف هو هيقول لي ايه. هو قال لي في لا ثانيه، ده بيلونش حاجه ثانيه، مش ده اللي انا عايزاه. مش عايزه ده. ده مش هيقوم اساسا. طيب ليه بقى المنظر ده حصل؟ مفيش من اسود يا دكتور. نعم؟ مفيش من اسود عشان يرن. ايوه بالظبط. لما جيت ارنه انا ما لقيتهوش، انا ما لقيتش البروجكت ده. انا جيت اول حاجه عملت رن، لما دوست رن على طول راح رن اخر حاجه انا رنتها. بس لما جيت اعمل له رايت كليك واقول له رن السكريبت ده تحديدا، راح قال لي ثانية واحدة، هي دي الحاجات اللي أعرف أرنها. راح طلع لي ليست كده تك تك تك، دي الحاجات اللي أعرف أرنها. ما لقيتش فيهم الكود ده اللي اسمه ليك 1، مش لاقياه. ليه ما بيرنش؟ عشان ما فيهوش مين. أوكي فده مش هيرن عشان ما فيهوش، لازم أعرف المين اللي هو بداية سطر. أول ما هنبتدي هنبتدي من هذا السطر. أوكي؟ هنقفل الحاجات دي ونشوف هنا هيحصل ايه. الفرق ما بين ده الكود ده والكود التاني ان انا زودت المين بس، ده الفرق الاساسي. يوسف اتفضل. معلش يا دكتور، ما برضه ما فهمتش ايه فايده المين، يعني هي بتعمل ايه؟ هي دي اللي بيبتدي عنها عندها البروجرام. انا الكومبايلر اول ما هيكول الجافا في حاجه اسمها جافا ماشين، فهو اول ما ينده لها هو بيدور على المين عشان يعرف ان ده كود اعرف اتعامل معاه. حاضر. من غير ما يشوف المين ده مش ايه، ممكن هو دي الستارتنج بوينت بتاعت الكومبايلر. الكومبايلر اللي هو اللي بيترجم الكود لحاجه احنا نشوفها او حاجه هو ينفذها، اللي بيفك الخط بالظبط كده ليترلي. هو ليه بدايه الجواب؟ احنا بدايه الكود بتاعتنا المين. انا اول سطر هاجر عليه في المين في الكومبايلر ان انا الاقي المين. ما لقيتش المين مش عارفه اتعامل مع ده. حتى هنا الايرور دي اللي طالعه مش ان هو بيرن وبيضرب او ان هو مش عارف او في ايرور في السنتكس، لا انا هو دي الايرور بس عشان مشكلتنا في الكوتيشنز. شلنا السنجل فور كاركترز والدبل فور سترينجز. اوكي طب دكتور، هو مش المفروض هنا بقى عمل ايه؟ نفس اسم البرنامج؟ نعم. مش لازم يبقى اسم الكلاس نفس اسم البروجكت؟ لا تعالى دي ثانية واحدة. لازم اسم الكلاس لازم يكون هو لازم اسم يعني الجافا فايل هنا يكون هو اسم الكلاس اللي مكتوبة جواه. يعني ده اسمه public class lake 1 لازم يكون اسمه lake 1.java. تمام. بس كبروجكت لا. ليه بقى؟ لأن احنا بنكريت كلاسز كتيرة. يعني مثلا ده كود بتاعي ده هنا. ده كود عندي بتاع السورتنج.
في حاجات كتيره. تمام. ده لا تاسك 1 ده اوكي، ده في كذا حاجه. فكاسم البروجكت اسمه تاسك 1، بس الكلاسز في كلاس اسمها هلو، هيبقى جواها بابليك كلاس هلو، كلاس اسمها ميرج كده وهكذا. تمام اوكي. بعد كده اقرا لي ايرور انا مش عارفه اقراها، دي من ضمن بس مش هتلاقيها مكتوبه، بس دي بالاكسبيرينس. انت الايرور اللي قريتها دي مش مفهومه اصلا، الايرور دي مش مفهومه، مش عارفه اتعامل معاها، وما قاليش المين ميسنج. انتوا واخدين بالكم انا عندي المشكله الاساسيه ما عرفتهاش غير بالاكسبيرينس. اللي رد وقال كلمه المين مش موجود عشان عارف المعلومه او عشان خبط في المشكله، بس الايرور اللي ظهر لي ايه مش عارفه، بيقول لي سينتاكس. لا المشكله مش سينتاكس، جمله الكتابه سليمه، مشكلتي مش سينتاكس. اوكي طيب خلينا هنا، احنا هنا ما عملناش حاجه، احنا هنا بس ايه مين، وخلينا نشوف ده هيلونش ازاي. انا عايزه اشيل دي، عرض لي ايه حرف الجي، لو جيت وزودت حروف او حاجه هيجي هنا ما يعرفش يعرض الكلام ده عشان هيقول نفس القصة وفي ايرورز. وبعدين طلع لي انا عايزه اتاخد ايه. invalid character constant، ده مش كاركتر، انت مش مدخلين كاركتر. اوكي انا بشوف معاكم ليه الايرورز عشان انا عايزه نعرف نفك الايرورز دي بعد كده نبقى عارفين نقراها. ضياء اتفضل. هي المين تاخد بارامترز؟ اه المين هنا خلينا نشوف كده هنعملها ازاي. يا اما انت بتكتبها، يا اما بتيجي هنا مثلا في الايكلابس البروجكت بتاعنا ده مثلا، دي اللي اسمها الباكج، لسه هنشرح يعني ايه باكج بعدين، بس ادي البروجكت وبقول له ايه نيو كلاس، وبقول له كرييت لي المين. اوكي هنا بقوا عامله التشيك ده عشان يكريت هو المين. طب لو ما كريتوش هكتبه، مش قصه هكتبه، بس هي بس ايه ناخد بالنا ان هو بياخد سترينج اري ارجيومنت. اوكي تفصيله بس يعني اللي ما يفهمهاش ما تركزش فيها قوي. تفصيله السترينج اري ده عشان انت لو هترن من الكونسول، انا ممكن ارن الجافا من غير اصلا اي دي اي، مش من غير اي دي اي باستخدام الكومبايلر، بس مش لازم ده حاجه ابيلينج، ممكن كله يبقى جافا كود ماشي من غير الانترفيس الجميل الحلو بتاع الكونسول بتاع الكلابس ده، ممكن ارنه من زي البايثون برضو. ما هو البايثون انت مش لازم يكون عندك بايتورش او اي حاجه بايثون، انت ادام نزلت البايثون على الماشين، البايثون نفسه تنزل على الماشين ممكن تكمبايله. لا الحقيقه مش عارفاه. اه من السي ام دي بالظبط. لا مش عارفه الارك والار سي في بصراحه، مش عارفاه في السي بلس بلس، بس في البايثون في الماتلاب كمان في حاجات انت تقدر ترنها من الكونسول او من الكوماند برومبت، فنفس الكلام. فعشان كده هتحتاج السترنج، المين لازم هيدخل سترنج اري، فالسطر ده ما فيهوش اي تعديل. قدام شويه هنعرف يعني ايه كلمه ستاتيك. اوكي خلينا نشوف دول هيعملوا ايه، احنا متوقعين يحصل ايه في السطرين دول لما رن. هيطلع لي هيطبع الجي جي. لا غير الجي جي اهو المصوبه، ما دي احنا عملناها، دي عملناها قبل كده. هيطبع ايه اسراء؟ هيطبع يا دكتور قيمه الاي اللي هي 65. مين بيقول ايه؟ مين بيقول ايه تاني؟ 65 اللي هو حرف 65 اللي هو بالاسكي كود. شكرا شكرا علاء مظبوط. هو الفكرة في 65 65 ده ناخد بالنا من الداتا تايب ده، ده كاركتر، ده كاركتر كاركتر اتشار مش انت. فلما جه يرنه شفنا كلمة A كابيتال، ال A كابيتال 65 رقمها 65. اوكي طب لو انا عايز اطبع لو انا عايز اطبع رقم 65 اعمل ايه من غير ما كرييت فاريبل جديد؟ اعمل ايه؟
غير ان انا اعمل انت اي ايكوال 65 او انت اكس ايكوال 65، اعمل ايه؟ احط ال 65 بين قوسين. معلش احط ايه بين قوسين؟ 65 احط قوسين؟ تعال نجرب دي، دي جديده دي ايه بس. لا لا سنجل كوتيشن، دي مش هتنفع. اللي كاتب ده مين ده؟ ايوه ما انا ما هو شريط. ايوه سنجل كوتيشن دي مش هتنفع لانه كاركتر. هو احنا كده بنهزر؟ احنا بنقول له انا مسمياه، انا قلت له ان هو كاركتر واستخدمت سنجل كوتس، بس هو هيضرب. تعال نكتبها شوف هيحصل ايه، لان هو مش كاركتر اصلا. كاركتر اكس ايكوال، انتوا شايفين معايا الايكابس، ايكوال 4 3. الراجل اتضايق من طبيعي. انا احنا كده احنا قايلين له ان هو كاركتر واستخدمنا سنجل كوتس، بس هما اتنين، هما اتنين ما ينفعش. ممكن زي ما كامل بيقول. ايوه طيب خلينا ايه نكتب نطبعها لانها جمله، يعني خلينا نطبعها لانها جمله. اللي هو ايه بقى؟ يعني نطبعها كانها جمله، دي اللي هي ايه؟ يعني نطبعها لانها نحطها جوه دبل كوتيشن في البرنت، جوه دبل كوتيشن في البرنت. بس نكتب 65 بقى مش ايه؟ لا ما انا مش عايزه، انا عايزه تستخدم فاريبلز. انا مش عايزه قصه اللي هي الستاتيك دي، انا عايزه نكتب الحاجات الهارد كودد دي. مش مظبوطه هنا. انا رحت انا هنا استخدمت ايه الدبل كوتيشنز دي؟ قال لي ايه ان ده مش فاريبل اصلا. ليه نفع؟ هي مش ما نفع، هي مش نفع. هو دبل كوتيشنز معناه ايه؟ اكتب اعرض اللي موجود ما بين الدبل كوتيشنز ايا مكان. عمار اوكي خلينا نشوف عمار. هنا صحيح انا هنا مزوده القوس. انا عايزه بس نشوف الايه سينتاكس ايرور اون توكن القوس ده. انا عايزه بس نبقى اكوينتد كده، نتعرف على الايرورز اللي بتحصل. ده ايرور وارد يحصل. هتلاقي مثلا الناس اللي بتكتب بايثون ابن حلال بيظبط اقواسه مع نفسها تو سيرتن اكستنت. يعني لو انت عامل اوبريشن او حاجات ماثيماتكس كبيره ممكن تتضايق، بس بشكل ما ابدأ اقواسه لطيفه. هنا اول ما عملته ممكن حد ما ياخدش باله من الاحمر ده، بس احنا طبعا ايه ناخد بالنا، خصوصا هو امتى ما يتشافش. احنا مش مشكلتنا ان احنا برنت ايه، احنا مشكلتنا ان انت مثلا بتكتب ماتريكس بلس مش عارف ايه على ايه. يعني لو عملت حاجه فيها فعلا اقواس كتيره ممكن تلوز تراك اوف الماتشنج، سواء العمليه هتتم بشكل مش صحيح. انتوا فاهمين ما بين يعني ممكن يعني ممكن تكون عدد الاقواس مظبوطه لكن العمليه مش مظبوطه، لاني بجمع قبل ما يعني عملت الاقواس بشكل ما، فالعمليه الماثيماتيكال او الارثماتيك مش سليمه. اوكي طيب تعالوا نشوف الحلول اللي قلتوها. كامل اتفضل، احنا لسه هنكتب الحلول انت وعمار. اتفضل يا كامل. ها طيب خلينا نشوف الاختراع ده بتاع انت. اتوركت لطيفة الدنيا مشيت. لسه في واحد تاني بتاع عمار لسه ما جربناهوش. هو بيتكلم، هو كامل عمال يتكلم. انا عشان بس بشيل المنيو بتاعت البارتيسيبنتس فما اعرفش ان هو بيتكلم. طيب في ملاحظة صغيرة خدنا بالنا منها ولا لا؟ هما لازقوا في بعض ليه؟ ما انا كاتبة في برنت وفي برنت لاين، يعني على نيو لاين على سطر جديد. ليه طبعوا جنب بعض؟ عشان برنت ذات نفسها الكارزر بتاعها بيقف بعدها على طول، اما برنت لاين بينزلها لتحت للي بعدها. واخد بالك؟ يعني هنا مش بقول، يعني هنا في السطر ده وانا واقفه هنا وانا واقفه في الحته دي مش بقول برنت اون نيو لاين اللي جاي ده، لا بقول اكتب ده وانزل بسطر للي هيجي بعدك. دي حته مهمه. يعني هنا يعني انا لو عايز بقى ده يجي على سطر يبقى المفروض من الاول هنا اعمل البرنت لاين. ممكن تكون تفصيله صغيره بس بعد كده هتفرق معاكم. فالبرنت نوع البرنت ايه ليها علاقه باللي بعد كده. برنت لاين يبقى اكتب لي ده وانزل سطر جديد. كامل لا لا خلاص انا كنت اتكلم في اللي فات. طيب يوسف
ماشي يا دكتور. هو انا ما فهمتش ليه حطينا انت جنب الايه كده، يعني انا ايه دي؟ انا مش فاهمه اصلا. حلو قوي. دي اسمها اولا ده شكل الكومنت، المنظر ده اسمه كومنت. بعمل عمليه كاستنج. كاستنج يعني ايه؟ كاستنج يعني بحول داتا تايب لداتا تايب تاني. يعني ايه بحول داتا تايب لداتا تايب تاني؟ ده كان كاركتر، ده اعترافي بيه ان هو شيء اسمه كاركتر. عايز احوله من كاركتر لانتجر، لرقم. يعني ايه احوله من كاركتر لانتجر؟ زي ما انا هنا كتبت اسكي كود، هنا كتبت اسكي كود تعاملنا معاه ان هو كاركتر، يعني يطلع لي ان هو ايه، ان هو اكشولي فين ايه. اوكي، كاركتر ايه ايكوال اسكي، معناه خد الاسكي لما اقول كاركتر ايه ايكوال 65، ده رقم. مين الرقم ده اللي يخلي ايه اللي يخلي رقم انتجر كاركتر؟ هو ان هو يكون اسكي. خدنا الاسكي طلع لي ايه، فالكاركتر ايه سمول ايكوالز ايه كابيتال كرسمه، كاني بقول كار ايه ايكوال سنجل كوتس. بقى هنا منطقي، هنا بقول كار ايه ايكوال سنجل كوتس ايه. انا حطيت ما بين السنجل كوتس ايه، هي ايكويفالنت اني بقول كار ايه. انتوا شايفين الكلام ده صح ولا الاخضر ده مش باين قوي؟ هي باين يا دكتور. تمام، هي لما اقول كار ايه ايكوال سنجل كوتس ايه كابيتال، هي ايكويفالنت تو كار ايه ايكوال 65 اللي هو الاسكي بتاعه. طب انا عايزه اتعامل معاه ان هو رقم. ايوه يا زياد اتفضل. طب يا دكتور، لو كان الاسكي كود ده ملوش حاجه، حسيت هيطلع لي. تعال نشوفها. حاضر نشوفها، بس هرد الاول على السؤال بتاع الكاستنج. احنا عايزين نشوف الاسكي اخرهم كام عشان نختار حاجه مش موجوده في الاسكي. اسكي تيبل. معلش يا دكتور، انا هو يعني ايه اسكي؟ ده كود للكيبورد بتاعتنا. يعني احنا الكيبورد 96، هشوف كده. ما انا فتحت اللوك اب تيبل اشوفهم جايه لك. حاضر. لا، في لغايه 127 ابيرنتلي. لا، لغايه 127. تعالوا شوفوها، تعالوا شوفوا الشاشه دي معايا. بس في اعلانات كمبيوترات كتيره زياده عن اللزوم. طيب تعالوا هنا، ده الاسكي كود. هو ده الاسكي كود. ايه الاسكي كود؟ هي اختصار امريكان ستاندرد كود فور مش عارف ايه، اللي مش كل حاجه هي نمبرز، بس كل الكومبايلرز هي كلها نمبرز. فهنا اي حاجه، سطر جديد، اسكيب، زرار اسكيب، كل حاجه، كل الحروف في ابر كيس ولور كيس والسبيشال كاركترز والارقام وزرار ديليت، كله متحول لارقام. فاخرنا الارقام عندنا من اول زيرو لغايه 127. اوكي، تعالوا نرجع تاني على الاكلبس. فالاسكي كود ده اللي كان بيسال، الاسكي كود ده مابينج ما بين كل الستروكس، كل حاجه هتدوس على الكيبورد، وكل وريبريزنتيشن ان نمبرز. اوكي، وشفناه لقينا من 0 ل 127. طيب اول سؤال كان بتاع الكاستنج. انا عايزه بقى، انت احنا تعاملنا ان هو كاركتر، ان هو ايه كابيتال، او ان هو اول اسكي كود بتاعه اللي هو 65 اللي كانوا محصلين بعضهم. طب انا عايزه اتعامل مع الرقم ان هو رقم فعلا، انا عايزه احوله لديتا تايب اسمه انت. فده التحويل، فده شكل التحويل بس يا عمار. انا بحول وبكاست، بحول ديتا تايب اسمه كاركتر لشيء تاني. رحت كتبته بهذه السنتكس، رحت عرفت اشوفه ان هو 65. طب انا ايه الاستخدامات لحاجه زي كده؟ انا ممكن اكون عايز اعمل عمليه ماثيماتيكال لاي سبب، بعدين بقى يعني هنشوف استخدامات لكده. فعرفت اشوف، لو انا جيت قلت لك 5 زائد ايه؟ نفعت برضه، لان هو عمل عمليه اوبريشن ماث، فعشان كده عرف يتعامل معاها ان هي ان هو يجمعها عليها. انا عايز اشوف لك اكزامبل ما تنفعش فيه. بس ممكن لو بنعمل عمليه ماثيماتيكال ان احنا هقسم دبل معايا رقم انتجر، تمام، انا عايز الناتج يبقى دبل.
اوكي، وانا الدبل ده انا اعمل فاليو، فانا بعمل ميديكال احوله لدبل، بحيث القيمه اللي تتخزن اللي هتطلع دي تتخزن كدبل، ما ياخدش بس مجرد اللي هو الرقم الصحيح. هو بس في الجافا الديفيجن هنا في يعني انتجر على انتجر بيديني انتجر عادي، ولا زي بايثون كده مفيش انتجر ديفيجن بس بعملها بالفلور؟ بيعمل فلور يعني انتجر على انتجر بيديني رقم في علامة عادي، في دبل عادي، وبعد كده اعمل له فلور عشان احوله انتجر ديفيجن، صح؟ ثانية واحدة، أنا بس عايز أعمل لكم الفلوت ده، الكاستنج الفلوت. هرد عليك يا كامل حاضر، بس في بس كام سؤال في الكيو فهرد عليهم. اللي عنده سؤال بس ما ينساوش، العلامة دي هي عملية الكاستنج. طيب الكاستنج بعيدا عن الجمع، او ان هو لما عملت عملية بلس اوتوماتيك اللي عارف يجمع، وده اللي احنا هنشوفه في حاجة زي كده، الكوماند زي ده. A plus B plus C car زائد car زائد car عمل ايه؟ جمعهم كفاليوز، صح؟ معايا الناس هنا، هو جمعهم كفاليوز، هو عارف يتعامل معاهم، فعشان كده لما من غير ما نعمل كاستنج عارف يجمع 5 زائد ايه من غير كاستنج. اوكي؟ بس انا المشكله مثلا امتى هحتاج بقى كاستنج مانداتوري؟ امتى بقى الكاستنج هيكون مانداتوري؟ امتى الكاستنج يكون مانداتوري؟ يعني احنا دلوقتي قلنا ان هو عايز يتعامل يا فندم؟ لما البروجرام يشوف ان هو فيه داتا تايبس مش زي بعض، زي ما انا عملت مثلا 5 زائد اي، فهو لا، لما اجي اقول هنا مثلا انت اكس ايكوال اي، هنا اتضايق بقى. خلينا نشوف دي ايرور ولا ورننج مبدئيا كده، وبعدين نقول سيستم دوت اوت دوت برنت. واخدين بالكم من حاجه هنا في برنت؟ برنت بتطبع اي داتا تايب، هي معرف عليها اي داتا تايب، سواء بريمتيف او نون بريمتيف، هي بتطبع اي حاجه، بتطبع بولين كاركتر، كاركتر اري، بتطبع اي حاجه، كلهم هنا. حد عارف المنظر ده اسمه ايه؟ بس لسه هناخده، يعني لسه هناخده التفاصيل، بس عارفين الشكل ده اسمه ايه او مصطلح؟ ده الفانكشن ماشي، الفانكشن ديكلاريشن عليهم كلهم، بس انا بقول على يعني على مصطلح يخص ان البرنت بتاخد بولين او كاركتر او كاركتر اري. حد عارف المصطلح ده؟ الباراميترز. نعم، الباراميترز. ايوه ان البارامترز تكون مختلفه، ده اسمه اوفرلودنج، ده مصطلح مهم جدا. اوفرلودنج يعني ايه؟ يعني بارامترز ان انا مسميه اسم الميثود او اسم الفانكشن نفس الاسم، بس اقدر ادي لها بولين وهتتعامل بشكل ما، واقدر ادي لها في الديكلاريشن. عشان كده كل واحده ليها ديكلاريشن على فكره، يعني احنا لو دخلنا نمشي وراها هي كل واحده ديكلاير. اوكي، هي مش واحده جوكر، هم 10 مثلا فانكشن سبرنت بيختلفوا في البارامترز، فاين؟ فده اللي اسمه الاوفرلودنج، هي نفسها اسمها، مش محتاجه اغير المقدار، مش محتاجه اخليها برنت بولين، برنت اندرسكور كاركتر، هي برنت واحده وبنغير البارامتر ليست، ده اللي اسمه الاوفرلودنج، فده مصطلح مهم جدا. خلينا نطبع، خلينا نشوف كده هنا، لو انا عملت سيستم دوت برنت اكس، هنا برنت اكس هي الاولانيه يتعامل معاها ان هي رقم، فهو عمل اوتوماتيك كاستنج برضو. يعني مش حاضرني دلوقتي ادور لكم على مثل امتى ان هو ما يعملهوش اوتوماتيكلي، عشان كنت عايزاه ما يتعملش اوتوماتيكلي. في حد كان سال سؤال تاني بعد الكاستنج، كان في سؤال وبعد كده في سؤال تاني. انا دكتور، السؤال اللي هو لو انتجر على انتجر، انتجر ديفيجن عاديه، هي ده كده هيديني دبل ولا هيديني ايه؟ ماشي، لا بس كان في سؤال قبلك، بس ماشي خلينا نشوف. احنا عايزين نقسم مين على مين؟ عايزين نقسم انتجر على ايه؟
يعني هيدي نسبة 2 على 3؟ مثلا هيديني ايه؟ ماشي. اوكي. او حتى من غير ما نعمل كده، على 3 من غير ما نحتاج نعمل فريق. بس في سؤال قبلك، كان في حد سأل سؤال قبلك؟ انا يا دكتور سألت لو استخدمنا رقم بعد الاصلي هود. ايوه هو ده السؤال. خلينا نقول هنا، خلينا هنا دي ايكوال 130. وخلينا نمسح دي عشان الطريق نبتدي نتعامل مع الدنيا. دي ايرور برضه نشيلها. احنا شفنا النتيجة دي ولا ما شفناهاش؟ بتاعت 2 على 3 طلعت ايه يا كامل؟ 3.2. لا مش 3.2 مش طلعتش اصلا. ال 130 طلع رقم. عايزين نشوف طلع كويشن مارك، عايزين نطلع بره ال 130. اصل الليست دي انا جربت قبل كده اللي هي بتاعت الاسكي كود ديت، وصلت بيها لحد 1000 او 1200، بيفضل يعيد نفس الاوبريشنز تاني. يعني بعد ال 127 هيعيد 0 1 2 3 لحد ما يخلصهم تاني، بعد كده يبدا يعيد تاني كانها لوب. دي 63 الكويشن مارك 63. طب ما تيجي نعملها انجينيرنج وايز. انا ما انا انا ما مش متاكده من كلامك. رحت عملت ايه؟ انا بتكلم على حاجه في التريسنج برضه. يعني هو في الاخر ديباجنج، عمليه ديباجنج. انا جيت هنا حطيت الدي ب 130، لقيت طلع لي ايه؟ كويشن مارك. انا كنت مستنيه ايرور. رحت عملت ايه؟ رحت لللوك اب تيبل ده، هي الكويشن مارك تك 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 63، لقيت ان الكويشن مارك 63. نبتدي بقى نشوف ايه اللي بيحصل في الدنيا. 63 ممكن يكون كلامك صح ان هو قاعد بيعيد بعد الكام؟ اخر واحد كان عندنا ال 128 او 127 ويرجع يعيد تاني. اوكي؟ فعشان كده ده الكويشن مارك، دي عمليه الكويشن مارك كانت ايكويفلنت تو ايكوال تو 63، فراح فعلا عاد تاني. فانا بتاكد من كلامك ازاي؟ هو ده اللي انا بتكلم فيه، ان احنا نرجع تاني نعيد تاني الكلام عامل ازاي. فده فعلا كلامك طلع صح. مين اللي قال الكلام ده؟ أنا يا دكتور مين اللي قال صلاح. أنا صلاح؟ صلاح أوكي. أه أوكي. فهي فدي فإحنا دلوقتي خليني وكأني ما سمعتش صلاح. أنا استغربت، قلت إيه 130؟ هي الليست ما بقتش أبديتد. فأول حاجة أنا عملتها بصيت الكويشن مارك أهي موجودة 63، هو إيه اللي حصل بقى؟ إيه اللي بيحصل؟ فهو إيه؟ قال أه ده إحنا بنفضل نعيد تاني. أه ده إت ميك سنس. أوكي؟ عايزين نشوف دي. طيب حاجه كمان، احنا شفنا دي لما قسمنا 2 على 3 طلع لي فلور ديفيجن. معايا كامل؟ اه اوكي صح. طبعا لي زيرو. اوكي يسر اتفضلي. دكتور معلش بس هي الحته بتاعت لما عملت برنت للاي طلع الاسكي كود بتاع 65. لما عملت البرنت ل A بلس B بلس C ليه بقى ما ليه ما يعني ليه قرا مع انه بيعمل برنت بلس وهي اصلا كاركتر؟ عشان هو تعامل، ما هي نفس الفكره. حلو قوي السؤال ده. مش احنا لما جينا عملنا 5 زائد A من غير كاستنج جمعها وطلع لي 70؟ حضرتيها دي؟ دي جت في بسرعه. أيوة. شويه لما جمع من غير كاستنج، لما حطيت 5 بلس A وقلت له برنت طلع لي 70. هي البلاس دي لوحدها هي عملت كانها عملت كاستنج. طب لو انا مش عايزه اعملها اعمل ايه؟ اسيبها لكم دي تعملوها دلوقتي؟ سريع. انا عايزه اطبع دول. كم واحد معاه كم واحد منزل الكود؟ نعم دكتور احولها سترينج. لا غير تحولها سترينج. كم واحد قدامه دلوقتي الاكلبس؟ مين كام واحد يقدر يشتغل دلوقتي على الاكلبس؟ نرفع ايدينا على شيء ما. على ايه قليلين قوي كده ليه؟ برضه مش كتير. 20 22. طيب اديكم 5 دقائق تقولوا لي هنعمل ايه. انا عايزه اجمع كده يعني اعملوا بس ايه عرفوا لي كاركترز وعايزين نطبعهم جنب بعض لازقين في بعض من غير ما تقول برنت برنت برنت. ما احنا الحل التاني ان انا اعمل برنت 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 من غير برنت نيو لاين.
هشوف ايه كابيتال بي كابيتال سي كابيتال. انا المطلوب انا عايزه اعمل ايه المطلوب هنا عشان ابرنت اي بي سي؟ نعمل ايه؟ احط سيمي كولون بدل بلس، احط كولوم قصدي بدل بلس، كولوم اعمل مكانهم مثلا دافيس بيس بينهم. مفيش سنجل كولوم بيلت ان فانكشن تعمل كونكاتينيشن؟ لا مش عارفه تتعرف عليها. وفي حاجه بسيطه دلوقتي يا احمد، احنا عندنا عايزه اطبع اي بي سي ببساطه شديده، عايزه اطبع اي بي سي. في حل بيقول ان انا اقوم قايله لك، طب يا دكتور بس يا اي بي سي اللي هي سمول ولا كابيتال الاول؟ لا كابيتال، عايزه اطبعهم كابيتال اللي هم الاسكي هات. يا اما هقوم قايله برنت اي برنت بي برنت سي، وخلي دي خلي دول كومنتد، خلي دول توجل كومنت. هقوم قايله بي سي مثلا، حاجه زي كده هيطلع لي ايه؟ اي بي سي. انا عايزه اعمل نفس القصه دي، هما ايه كابيتال بي كابيتال سي كابيتال اللي هما اللي بيكورسبوند للاسكي ده. السؤال بقى عايز اكتبهم جنب بعض بس بكود اشيك شويه من كده. ها هو ممكن نجرب نحطهم كوما جنب بعض، يعني ايه كوما بي كوما سي، يعني مثلا انت واخد بالك من حاجه؟ ان الكوما دي معناها ان احنا عندنا فاريبل جديد كده. ده انا بكتب اللي بتقوله. عمل ايرور، نقرا الايرور بقى عشان نفهم. بيقول ايه؟ ذا ميثود كذا از نوت ابليكابل فور ذا ارجيومنتس كار كار كار. هو مش بياخد كاركترز، هو بياخد فاريبل واحد وراح ابتدى يوريني طب خليهم كار واحده او خليهم دبل واحده. هو مش بياخد غير انبوت ارجيومنت واحد. فقال لي ما فيش الكلام ده، كل كوما الكوما دي بتعامل مع ان انا هعد ارجيومنت جديد او بارامتر جديد. ممكن نعمل اري كاركتر اري ونطبعها هي، يعني ونحطهم فيها ونطبع كاركتر اري. خلينا نشوفها، بس هي حل مش لطيف، يعني حل مش لطيف، مش احسن حاجه في الدنيا. احنا عايزين نعمل كار اري ايكوال كار اري سي اتش اري بيساوي الكيرلي بريسز دول A B C، صح؟ ده اللي انت عايزه؟ ايوه. هنا دي ايه؟ از نوت يوزد، دي مجرد ايه؟ warning، هتلاقيها بالاورنج كده مش بالاحمر. دي warning بيقول ان انت عرفت variable موجوده هنا عند ال، لا دي استخدمناها، بيقول ان هي ايه؟ ما استخدمناهوش، يعني عملت ايه بالفاريبل ده؟ وبعدين خلينا نشوف سيستم دوت اوت دوت print. دكتور معلش، هو حضرتك عايز تطلعي الاسكي كود بتاع البلاس بتاعهم؟ لا انا 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 دي بيطلع لي الاسكي كود. لا مش ده اللي انا عايزاه. احنا انا اللي انا كنت عايزاه، عايزه اكتب اي بي سي، عايزه اعمل سترينج كونكاتينيشن او كاركتر كونكاتينيشن. ممكن لوب؟ طيب بقول لكم حاجه سهله، لوب انا لسه ما قلتلكوش هنعمل اللوبس ازاي. عملها بس انا عايزه حل اوفر في الميموري، انا عايزين نوفر في الميموري اكتر. هل ممكن نعمل اند؟ يعني دي شغاله بس في حل كده ممكن نعمله. و ما هم اصلا كاركتر مريم، الحته دي مهمه قوي. انا بعمل كاستنج من حاجه اصليه لحاجه جديده، بس هم اصلا كاركتر، هعمل له كاستنج بنفسه؟ يعني هو اساسا كاركتر. هتلاقي ان الحركه دي بسيطه جدا. ممكن نستخدم برنت كاركتر اللي هي مش برنت بس عشان ما يعملش اوفرلابينج. انا لما حطيت له هنا هاجي لك، حاضر نجرب برنت كاركتر دي، بس انا لما جيت هنا حطيت له سترينج في النص. لما جيت حطيت خدوا بالكم ان ده بتاع السطور دي،
اوكي. لما حطيت له لما جمعتهم هو ايه، انا محتاجه بقى افهم الميثود دي اشتغلت ازاي. انا لما استخدمت عمليه البلس هو لوحده عمل كاستنج اند اديشن، بس لما حطيت في النص لما عملت بلس دبل كوتيشنز يعني هو راح عمل ايه، راح هو اتعمل ان هي ايه، ان هو سترينجز او كاركتر سترينج او كاركتر كونكاتينيشن. اوكي قولي لي الاقتراح اللي بتقوليه ده ممكن تكتبيه. طيب مش ممكن نعرف سترينج ونحطهم فيه بس هتستخدم كلاس اسمها string builder. احنا عايزين نتفق على حاجة في حاجات البروجرامينج، مفيش طريقة واحدة. هتلاقوا في حاجة اسمها string builder هو اللي بيعمل اللي بتقولوه ده. بس هنا في حد كانت قالت ان احنا عايزة تعمل print car. احنا قدامنا نص ساعة ونوقف اوكي، فخلينا برضو هنبريك ونرجع تاني. استرينج يا دكتور، في حاجة اسمها سترينج بيلدر هتديكلير سترينج جديد، بس انت لو عملت ديكلير سترينج جديد هو هيقطع دلوقتي. خلينا هنقفل ونفتح على طول. ايوه يا ديو اتفضل. هو حطيتك في السطر اللي هو سيستم دوت اوت وبين القوسين A بلس كوماز ده. اوكي مش ممكن نكمل بنفس الطريقه تبقى بلس B بلس ونحط اتنين تاني؟ هو هنا يعني ايه اتنين تاني؟ معلش يعني عايز تحط تاني هنا اتنين كوتيشنز؟ ايوه بلاش معنى. خد بالك من حاجة، دول كوتيشنز لازقين في بعض، هي دي اتس نو سبيس، في فرق ما بين كده وما بين كده، فهي مالهاش معنى. أنا بس بقول له الحركة دي بتاعت الكوتيشنز الفاضية أنا بقول له إن أنا أعمل عليهم سترينج مانيبيوليشن، أعمل لهم كونكاتينيشن. من غيرها هو راح أخد علامة البلس بالنسبة له بتاعت أرقام أيا ما كان بقى فلوتس أو هو اتعامل معاهم إن هم أرقام، بس طبعا بما إن هم أذكياء هيتعامل معاهم إن هم انتجرز مش فلوتس. اوكي فتعامل معاهم ان هم ارقام وراح جمع الارقام وطلع لي اللي هي 198. هنا الغرض بتاع البابل كوتس دول ان هو يقول لي لا دول سترينج، لكن هو ما عملش بيهم سبيسنج. لو جينا عملنا سبيس هيحط لك سبيس ما بين الاي والبي، بس ستيل عندي ايرور هنا مش هتقوم البرنامج اصلا. ما هو احنا هنحط بعد البلس بتاعت السي دي اثنين كوماس تاني ونعمل بلس سي، نحط السي بلس. لا مش فارقه انت، هي بس مريحك عشان الشكل. عايز تحط ايه هنا بعد الاي؟ عايز تحط دبل كوتيشنز صح؟ بعد الاي بلس بس انا عايز تست سبيس ولا من غير؟ عايزها بسبيس ولا فاضيه؟ سبيس فاضيه؟ من غير سبيس. من غير سبيس. واللي قبلها؟ من غير سبيس برضه. طيب ماشي ثواني يا جماعه، ما فرقتش يعني، هي دي الفكره، هي يعني هي بس مريحك شكلها بس سيمتريك مش اكتر، بس هي ما عملتش رول. تعمل رول امتى ليها؟ لما نبتدي نحط بقى سبيسز كده بقت منظر، بقت ليها حاجه، لكن اذروايز هي ملهاش معنى. فاهمني؟
طيب السنتكس هنا الجملة دي أنا عايزة تقولولي السنتكس بتاعها يتعمل إزاي دلوقتي لو عايزين ندكلير في حد آخر حاجة في الزوم الأخير ده في آخرها خالص حد بيقول ندكلير نيو سترينج قولي السنتكس بقى دورلي على السنتكس دلوقتي هتقولولي بسرعة مش هتاخد فيه وقت لا أنا أي اللي قالها اللي اقترحها يقول السنتكس بتاعها اللي اقترح ان احنا نعمل سترينج جديد يقولها هنعملها ازاي وانا ما كنتش بقترح انا كنت بسأل لحضرتك بقول لك من غير ما نعرف سترينج بس هو عامة ممكن نضيف له كاركتر يعني عادي هي الاري نفت هنعمل احنا ما عملناش برنت ثانية واحدة انا ما عملتش برنت بس هي نفت هي دلوقتي ما فيش ايرور اللي موجودة دي ورنينج هو عامة حضرتك لسه قايلة ان السترينج ده باكج كده بعملها امبورت فانا هسمي سترينج نيو سترينج على طول وهضيف فيه الكاركترز اللي انا عاوزها وبعد كده اعمل لها برينتنج عادي هتضيف فيه ده انت هتستخدم يعني كبرت العملية قوي عشان نستخدم اضيف اللي هي عشان استخدم بس انا حتى ما اتكلمتش عنها ثانية هي الاوبشن بتاعت السترينج معروفة اللي انا بقدر اعمل لها اريثماتيك اديشن او اي حاجة اللي انا عاوزها فبالتالي هتيجي يعني سترينج بس سترينج ما هي ثانيه واحده بس كمان الكلام في بعضه انا لسه بس بقول لك انا عشان اعمل قصه ان انا اجيبها ازودهم على بعض اللي هي الابند نرجع بقى في قصه ابند بقى هل هي الموضوع يستدعي ابند واكتبها ثلاث مرات او اعمل لها فور لوب لا الحقيقه لا ده كوست تاني برضه ايوه في السيتويشن ده لا ابند في ميثود هتلاقوها وانا اي دينت جيت ثرو السترينج يت يعني لسه ما دخلتش في تفاصيل السترينج والميثودز اللي جوه سترينج لان سترينج دي حاجه باورفول نعرف نعمل بيها حاجات كتيره فانا للسطر اللي احنا بنتكلم فيه للستيج اللي احنا فيها دي كنا ممكن نعمل الابند الحاجه اللي كانت سهله وواضحه بالنسبه لنا اللي هي الحته بتاع الكاركتر اري دي كانت سهله دي ما فيهاش مشكله ابند دي حاجه غلسه ابند دي ايه كل ما يجي لي حد ممكن ازوده يعني حاجه زي كده حاجه مستنيه انتري انما ابند في ثلاثه فاريبلز مش مستاهله ان انا اعمل عليها سواء هعمل عليها فور لوب او هكتب ثلاث سطور مش مستدعيه الموقف ضياء اتفضل هو انا كنت اقول string عندها function built in function اسمها term concatenation ممكن نعرف string ونستخدم الفانكشن دي بان احنا نعمل concatenation للكاركترز صح بس ساعتها هتحتاج برضو تعمل casting للكاركترز هتلاقي في function هتلاقي اللي هي دي character dot to string لكل واحدة لكل واحدة تعمل character dot to string اوكي خلينا نكومنت الكلام ده وخلينا نشوف كلمة character dot to string عشان انا كل اللي كده في الكود ده عايز اتكلم عليه دي ميثود هنا اسمها character اسمها dot to string اولا الكتابة دي عايزين نفهمها ايه كلمة character وبعدين مش احنا كنا قلنا اسمه car ايه اللي خلاه character وكان مكتوب small بأبر كيس مش هي المفروض هو مش احنا بنتكلم على نفس الشيء ولا ايه صح حاجة ملفتة قبل أي حاجة في الدنيا يعني خلينا نشوف طيب هي فرقت هي الحقيقة ما فرقتش يعني سواء عملنا سي أو عملنا character dot to string ما فرقتش هنا في الاستخدام ده ما فرقتش بس أنا اللي يهمني المبدأ بقى اللي حصل إيه الفرق ما بين car small وما بين character capital خلينا نهوفر كده بالماوس كده نقف عليها كاركتر دي مش بتطلع لي حاجه وانا واقف على كار قصدي كاركتر هنا مكتوب ايه كاركتر كلاس رابس ا فاليو اوف ذا بريميتيف تايب كار ان ان اوبجكت كلام مش احسن حاجه في الدنيا اوكي انا مش عايزه غير السطر ده وعايزه السطر ده كمان فنقراها بقى بالراحه كده ونفهمه واحده واحده the character اللي هي الكامله class دي class معنى انها class يعني ان احنا مش بنتكلم على primitive type بس بتراكس جواها primitive type اسمه car in an object هي بتحط بتلفلف ال primitive type car في object يعني هي بتتعامل معاك object طب انتوا ليه بتصعبوا علينا الحياه ما الدنيا لطيفه في ال primitive type اكمل الجمله وهشوف اسئلتكم حاضر الاوبجكت ليه فيلد ليه بس في ما هي مشيت ليه هنا
الكلاس provides a large number of static methods for determining a character's category. انا هقولها بسرعه مش هقولها بتفاصيل اكتر عشان احنا فيها شويه keywords محتاجه شرح. يعني فيها static methods. هو ايه القصه بقى ببساطه وهنفهمها بتفاصيل اكتر واحنا ماشيين في الكورس. انا عايز اعمل manipulation على car. كار دي هي ما فيهاش غير جنبها علامه بلس علامه ماينس علامه ديفيجن وتطلع لي ايرور ايا مكان. اوكي فهي ده معنى البريميتيف تايب. لكن كاركتر كاركتر دي كلاس جواها ميثودز كتيره جواها حاجات كتيره جواها ميثود اسمها تعالوا نمشي وراها نشوف جواها ايه. في حاجه اسمها كاركتر دوت جواها قصص كتيره جواها خلينا نمشي في الميثودز الميثودز اللي بتبقى عليها دايره خضراء جواها ميثود اسمها كومبير. كومبير دي بتقارن الكاركترز وترجعهم لي كانهم بتقارن بينهم اقل ولا اكبر ولا متساويين في المين في الاسكي كود. كار لوحدها ما عندهاش الفانكشن دي. بشكل مبدئي لو الحته دي ما اتفهمتش اللي هي اخر حاجه انا بقولها بتاعت كاركتر هناخدها اوكي؟ بس كبس انترو بسيطه ان انا هتفرق معايا لان انتوا هتلاقوا الكلام ده متكرر في انتجر. هتلاقوا انتجر كامله upper case واحده اسمها انت سمول. فابقى فاهمه هم ايه ده هو بيكرر نفسه ليه؟ لا دي حضرتك primitive data type اسمه character رقم بس محجوز في الميرور. انما character لا ده احنا خدنا حولناه لاوبجكت يحتوي على primitive type بلس حاجات ثانيه بلس functionality ثانيه اعرف اتعامل بيها. اقدر اعمل comparison اقدر اعمل حاجه اسمها digit اعرف اجيب ال get numeric value اجيب التايب بتاعها اجيب مش عارف ايه كل دي بقى ميثودز كتيره اتحتها لي مين الكلاس اللي اسمها كاركتر كامله. اوكي مش عايزه اعرف اكتر من كده فور ناو ما يهمنيش يعني بس يهمني بس ايه زي ما قلت لكم ان انا اميز ما بين الاثنين. خلينا نقول احنا لما مشينا في الكورس ده النهارده اخذنا ايه لغايه دلوقتي يعني في الكود بالنسبه للكود احنا خدنا الاتي. اولا في اثنين كانوا رفعوا ايديهم قبل بس ما نعمل سمري كده للمحاضره. كان في اثنين رفعوا ايديهم من شويه. ساره اتفضلي. اوكي طيب تاني الحته دي انا عايزاكم يعني انا عايزه اشرح الجزء ده بس النهارده. اوكي فاللي مش فاهم في حاجه يدور او يستنى يعني حابب يدور ويسالني مفيش مشكله او تستنى لغايه لما نوصل لها. اوكي بس انا يفرق معايا طريقه الكتابه دي. اوكي لان ده سطر فيه كذا مصطلح. فاحنا في الكودنج النهارده خدنا ايه؟ خدنا اول حاجه المين ان المين دي لازم تكون موجوده وده اللي بيبتدي عندها الكود. المين الارجيومنت ليست بتاعتها عامله ازاي؟ اخدنا الكاركتر يا اما هعرفه بكاركتر زي المنظر ده يا اما هعرفه بالاسكي كود بتاعه. الاسكي كود بيروتيت زي ما حد معانا قال. عرفنا الفرق ما بين برنت وبرنت لاين ان هي تنقل سطر جديد الكوماند اللي جاي البرنتايه اللي جايه تنقلها. اخذنا الكاستنج ان انا بنقله على بعمل له كاستنج بانتجر او كذا. عرفنا الاوبريتور اللي اسمه البلس هو بيتعامل مع الحياه ارقام لغايه لما انت دخلت له في النص حاجه ثانيه. لما دخلت له في النص كوتيشنز دبل كوتيشنز اتعامل معاه. طب استنى بقى احنا بنجمع بنعمل string concatenation احنا بنجمع حروف. يعني ايه نجمع حروف او يعني ايه نجمع كلمات؟ يعني ايه نجمع كاركترز او يعني ايه نجمع strings؟ يعني نلزقهم جنب بعض simply. اوكي لما عملنا اديشن لما عملنا اي بلس بي بلس سي جمع لي الاسكي هات بتاعتهم. لما عملنا حطينا في النص بس في عمليات الجمع دخلنا له سترينج صريح ما هو الدبل كوتيشنز الفاضيه او بسبيس ايا ما كانت انا بقول له في سترينج داخل معانا في الموضوع يبقى تجمعهم جمع سترينجات اللي هو ايه تاني تكون كاتينات او تلزقهم في بعض. طريقه ثانيه ان انا عملت قصه الكاركتر اري عشان الزقهم جنب بعض. خدنا ايه تاني هنا في الكود ده؟ ان احنا في الديفيجن ان هو بيعمل فلور ديفيجن وبيرجع لي انتجر. ان هو هنا القصه بتاعت البرنت ان هو سترينج فيرسس الكوتيشنز ان الجافا ستريكت جدا في قصه الكوتيشنز سنجل كوتيشنز فور ذا كاركتر اند دبل كوتيشنز فور ذا سترينجز. ده كل اللي احنا عملنا له كفرنج في الكود. حد عنده اسئله دلوقتي؟